استقبل مطار العريش الدولي طائرتين محملتين بالمساعدات الانسانيه المتنوعه لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزه. واوضح مصدر مسؤول ان مطار العريش استقبل طائره اماراتيه تحمل على متنها 65 طنا من المساعدات المتنوعه وطائره اخرى فرنسيه تحمل 67 شخصا من العاملين في المستشفى الفرنسي العائم بميناء العريش البحري. واشار المصدر الى اتمام عمليه تفريغ حموله الطائره ونقلها لتخزينها في المخازن اللوجستيه بمدينه العريش تمهيدا لادخالها الى قطاع غزه بالتنسيق بين الهلال الاحمر المصري ونظيره الفلسطيني هذا وتواصل مصر جهودها في استمرار دخول المساعدات الانسانيه والاغاثيه لقطاع غزه عبر بوابه معبر رفح التي لم تغلق يوما واحدا امام دخول المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين وقد شهد المعبر اليوم دخول ست شاحنات للوقود بالاضافه لاستقبال الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسيه وللمزيد يستعرضه معنا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل اليك محمود بعد التحيه من امام معبر رفح البري نتابع مع حضراتكم دخول المساعدات الانسانيه واستقبال الجرحى والمصابين. في البدايه دعوني اؤكد على ان هذه البوابه لم تغلق يوما واحدا امام دخول هذه المساعدات وايضا استقبال الجرحى والمصابين. وردا على الادعاءات الاسرائيليه الكاذبه بمنع مصر من دخول المساعدات الانسانيه لقطاع غزه، نوضح نقطه هامه. اليوم هو يوم السبت عطلة رسمية لدى المنفذين في العوجة وكرم أبو سالم هذين المنفذين خاضعين لسلطة الاحتلال الإسرائيلي فبالتالي اليوم لم يتم دخول أي شاحنة لهذين المنفذين للإخضاع لإجراءات التفتيش نظرا لأن اليوم عطلة رسمية من الجانب الإسرائيلي فإذا من الجانب المصري لا مانع من دخول أي شاحنات بدليل أن هناك عدد كبير من الشاحنات مصطفى أمام المعبر وأيضاً على بعد كيلومترات خارج المعبر هذا بالإضافة إلى الشاحنات المصطفة في مدينة العريش وأمام المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر فبالتالي مصر لا تمانع من دخول أي عدد من الشاحنات ولكن إجراءات التفتيش لدى الجانب الإسرائيلي هي التي تحول دون دخول أكبر عدد من المساعدات إلى قطاع غزة أما بالنسبة لحركة المعبر اليوم نتحدث عن دخول ست شاحنات وقود أربع شاحنات للغاز وش. شاحنتين للسولار هذه الشاحنات دخلت من هذه البوابة مباشرة من بوابة معبر رفح المصري واتجهت إلى قطاع غزة والتأكيد أيضا على أن هذه البوابة لازالت تستقبل الجرحى والمصابين في كل يوم لا يوجد عطلة رسمية ولا يوجد يعني أي توقف في أي يوم لهذا المعبر فيما يتعلق باستقبال الجرحى والمصابين فهذا ما يؤكد أن مصر لم تغلق هذه البوابة يوما واحدا بل تستقبل كل الجرحى والمصابين وتقديم كل الخدمات الصحية والعلاجية لهم بالإضافة إلى استقبال مزدوجي الجنسية ورعاية الدول الأجنبية اليوم أيضا يعني رأينا وجود ممثلين من السفارة الألمانية يعني لاستقبال الرعاية الألمان الذين يأتون من قطاع غزة لاستلامهم بالإضافة بالطبع إلى وجود بعض وسائل النقل هنا خارج المعبر التي تيسر عملية نقل الوافدين إلى أي جهة يريدون الـ 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 الى اي وجهه يريدون التوجه اليها. هذا بالاضافه بالطبع الى وجود سيارات الاسعاف التي تنقل المصابين الى المستشفيات سواء في محافظه شمال سيناء او حتى في القاهره والمستشفيات الاخرى لتقديم الرعايه الصحيه لهم. نتحدث عن وجود اكثر من 150 سياره اسعاف تم تجهيزهم منذ بدايه الازمه لنقل المصابين الى 25 مستشفى من اصل 27 مستشفى تم تخصيصهم تخصيصهم لعلاج المرضى والمصابين فاذا معبر رفح لم يغلق من الجانب المصري وادخال المساعدات مستمر ومن يعرقل دخول الشاحنات هو الجانب الاسرائيلي باجراءات التفتيش وتحديد عدد الشاحنات التي تدخل في اليوم هذه هي الصوره اليوم من امام معبر رفح البري عوده اليكم مره اخرى